كلمتين على الماشي. لو عايزين تعرفوا وزن القطط المثالي على حسب العمر بتاعهم تعالوا اقوله لكم، وكمان هننزل روميو ونشوف وزنه بقى قد ايه دلوقتي وعلى حسب عمره ولا لا. دلوقتي انا وزنت روميو ولقيته 1700 جرام، هو عنده 2 شهر ونص يعني وزننا زايد شوية يا استاذ روميو. من عمر شهر بيبقى من 100 ل 150 جرام، من عمر شهرين من 400 ل 600 جرام، من عمر 3 شهور بيبقى من 1300 جرام ل 1700 جرام، ده الوزن اللي بيبقى المثالي. من 4 شهور 1700 ل 2300، من عمر 5 شهور 2300 جرام ل 2700 جرام، من 6 شهور 2400 ل 3200 جرام، من 7 شهور بيبقى 2600 جرام ل 3600 جرام، من عمر 8 شهور بيبقى 2700 ل 4000 جرام، من عمر 9 شهور بيبقى 2800 ل 4100 جرام، 10 شهور 2900 ل 4200، 11 شهر 3000 ل 4300 جرام، انما من عمر سنة اللي هو 12 شهر بيبقى 3100 ل 4400. بكده النهاردة نكون قلنا الأوزان المثالية للقطط بتاعتنا على حسب الشهور بتاعتها. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور كتير عشان مملكة القطط تكبر بيكم، والأستاذ ده عنده سمنة شوية عشان ما نكبرش ونبقى دباديب، لازم نظبط ايه نقلل الجرعة بتاعت الأكل شوية.